اكتشف فريق من العلماء يدرسون أول مومياء حامل معروفة في العالم، وكيف تمكن الجنين المحفوظ بداخلها من البقاء لأكثر من 2000 عام حتى يومنا هذا. في إبريل 2021، كشف مشروع مومياء وارسو للعالم عن أول حالة معروفة لمومياء مصرية قديمة حامل. قبل أن يحلل مشروع مومياء وارسو الرفات، لم يسبق لأحد أن رأى جنيناً في جثة محنطة من قبل. كشف الفحص الدقيق باستخدام التصوير المقطعي أن المرأة كانت بين 20 إلى 30 من العمر عندما توفيت. كانت في الأسبوع 26 إلى 30 من الحمل. والآن ألقى العلماء نظرة فاحصة على الجنين لمعرفة كيف نجا حتى عصرنا الحالي. ووفقاً للدراسة الجديدة، فإن الحفظ حدث عن طريق تحمض جسد المرأة أثناء تحللها. وقال فريق البحث بقيادة عالمة الآثار البيولوجية مارزينا أورايكس سيلكي في جامعة وارسو إن الرحم بقي على حاله سليماً ولم يمسه شيء. أضافت أنه تم حفظ الجنين على شكل مخلل، موضحة أنها ليست المقارنة الأكثر جمالية، ولكنها تنقل الفكرة. تابعت: تنخفض درجة حموضة الدم في الجثث بما في ذلك الرحم بشكل ملحوظ، كما تزداد تركيزات الأمونيا وحمض الفورميك بمرور الوقت. وبحسب البحث، فقد عمد المصريون القدماء إلى ملء الجسم ووضعه في مادة النترون، وهو خليط ملح يجري جمعه من قيعان البحيرات الجافة، وهو ما يحد من وصول الماء والأكسجين إلى الجسد. في النهاية يكون الرحم الذي يحتوي الجنين مغلقاً بإحكام. وفي المقابل، كتبت اختصاصية الأشعة في جامعة القاهرة سحر سليم تعليقاً أولياً على اكتشاف الفريق البحثي قائلة: إنه لا يمكن الكشف عن أي عظام عبر فحوص المومياء، لذلك فإن تحديد وجود الجنين أمر غير مؤكد، لكن الفريق يجادل بشأن اكتشافه ويقولون إنه ليس أمراً غير متوقع. تكون عظام الجنين قليلة المعادن الثلثين الأولين من الحمل، مما يعني أنه من الصعب اكتشافهم في عمليات الحفر الأولى التي أخضعت لها جثة السيدة الغامضة، وتحلل جسدها أدى إلى مزيد من إزالة المعادن من عظام الجنين. يرجع سبب اختلاف جسد السيدة الغامضة وجسد الجنين في هذا الصدد هو أنهما تحنطا بشكل مختلف، حيث وقع تحنيط السيدة باستخدام النترون، وهو مزيج ملح طبيعي يستخدمه المصريون القدماء لتجفيف الجثث وتطهيرها، محكم الإغلاق، محنط في البيئة الحمضية الناتجة عن التفاعل الكيميائي. تشير النتائج إلى أن مومياوات حوامل أخرى ربما تختبئ على مرأى من الجميع في مجموعات المتحف الأخرى. قد يساعد هذا علماء الآثار والأنثروبولوجيا في الكشف عن سبب ترك الجنين سليمة عندما تمت إزالة الأعضاء الداخلية الأخرى للسيدة الغامضة من أجل عملية التحنيط. شرحت أورايك زيلكي: ربما كان للأمر علاقة بالمعتقدات والبعث في الحياة الآخرة، ولا يزال من الصعب استخلاص أي استنتاجات، لأننا لا نعرف ما إذا كانت هذه المومياء الحامل هي الوحيدة، وفي الوقت الحالي هي بالتأكيد المومياء المصرية الحامل الوحيدة المعروفة.